ايش الحل الثالث؟ اضربوهن واضربوهن. ما كيفية هذا الضرب؟ ايش رايك محمد؟ الضرب غير مبرح يعني، او يعني ما كيف غير مبرح؟ يعني ما اضربها مثلا على الوجه كوسيلة طبعا سلم. الضرب على الوجه ما يجوز حتى في الدابة، حتى الانسان لما يضرب له دابة، لو مثلا الناقة تريدها تمشي، ناقة ولا اكرمكم الله واكرم السامعين حمار تريده يمشي، ما يجوز تضرب على الوجه. فإذا كان هذا الوجه يا جماعة فما في الدابة فما بالك بالإنسان. طيب لا يضرب على الوجه، يكون ضرب غير مبرح. دليل أنني يا فلانة وصلت إلى مرحلة خلاص ما فوقها شيء، أنني لا أستطيع أن أتحمل أكثر. هذا بالنسبة للضرب، أي إذا ضربها يضربها ضربا غير مبرح. غير مبرح يعني لا يقبح الوجه، يضربها في الأماكن التي لا تترك أثرا، ما يضرب على يد، يضرب في بعض الأماكن التي لا تسبب ضررا متعديا عليها، ولا يكون ضرب كأنه يضرب له دابة ولا كأنه يضرب له طفل بين يديه صف كيمين ويسار.